العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا العميد عادل المشموشي الخبير العسكري الاستراتيجي. سيد الفاضل، حدث تاريخي أن ينتشر الجيش اللبناني داخل المنطقة الجنوبية، قدرات هذا الجيش كيف سيتعامل مع هذا المعطى وما هي أدواره وكيف سيقوم بها؟ تحياتي لحضرتك ولجميع المشاهدين. الحقيقة اليوم يوم تاريخي ومفصل الحقيقة، ولابد ما أن نتوجه أولا لطلب الرحمة لكل الشهداء الذين فقدوا، ونتمنى الشفاء للجرحى، والله يعوض على كل أصيبوا بخسائر مادية. باختصار أقول أن لبنان خرج مثخنا من هذه الحرب بجراحه ومثقلا بالألام التي أصيب بها، إلا أنه خرج مرفوع الرأس لوقوفه أخلاقيا تجاه القضية الفلسطينية وإلى جانب الشعب الفلسطيني، على خلاف العدو الإسرائيلي الذي خرج ربما حقق الكثير من النتائج الميدانية وتسبب بالكثير من القتلى والخراب في لبنان، إلا أنه خرج منكثرا متخليا عن كل أدبياته وأخلاقياته الإنسانية والدولية، وهو للأسف كذلك الأمر أعطي بشهادة لرئيس وزرائه ووزير دفاعه من أعلى المحاكم الدولية في هذا الإطار. من الأهمية أعود للاتفاق، هذا الاتفاق الذي طبعا لم يكن لصالح لبنان نظرا لموازين القوى، إلا أن هذا العدو خرج مهشما أيضا كونه أصيب بانتكاسات وضربات عسكرية الحقيقة يعني قاسية جدا بخسارته العديد من المجنزرات والدبابات الإسرائيلية، كما أصيب عن جهيته إذ تمكنت المقاومة من النيل من أهداف في العمق الإسرائيلي وخاصة في عاصمته ومحيطها، وبالتالي لم يحقق كل النتائج الذي كان يتوخاها، حتى لم يستطع عسكريا يعني جعل أو تمكين سكان المستوطنات من العودة إليها في الشمال الإسرائيلي، وبالتالي خضع اقتنع في نهاية المطاف بأنه لا بد من المسار التفاوضي السلمي الذي يحقق السلم والأمان على كلي الحدود. بغض النظر عن هذه الأمور، أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يعني يعيد الجيش اللبناني إعادة انتشار لجميع وحداته، معززا تلك الوحدات على امتداد الحدود الفلسطينية اللبنانية، لأن هذا الواقع هو صميم مهام أي جيش في العالم، أن يحمي دولته من الاعتداءات والانتهاكات الخارجية وأن يضمن الاستقرار يعني وفق ما تقتضيه المصالح الدولي على المستوى الداخلي. فإذا أقول كان هذه الخطوة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويليت السلطات والمعنيين في لبنان اتخذوا هذه الخطوة قبل يعني انفلات هذه الحرب على مصراعيها منذ قبل يعني شهرين أو ثلاثة أشهر. ولقد نادينا أكثر من مرة وكتبنا الكثير في هذا الأمور، إلا أننا لم نلقى أذانا صاغية في ذلك الوقت. أما حصل ما حصل اليوم، لابد من أن يستفيد الشعب اللبناني مجتمعا وسلطاته ومسؤوليه من ما حصل اليوم لإعادة الحقيقة لتركيب البنية السياسية اللبنانية وإعادة ترميم المؤسسات الدستورية، بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، ومن ثم وضع لبنان على سكة الانتعاش تمهيدا للسير به نحو الازدهار مستقبلا. هذه الحرب ينبغي أن تكون درسا الحقيقة لكل المستويات اللبنانية وغير اللبنانية. وثم تعليق يعني صغير جدا في هذا الإطار عند على ما تفضلتم به في التقديم، بأن هذه الحرب يعني قد تكون هذه الاتفاقية قد تكون هشة. أعتقد أنا بل أتمنى والمنطق يقول ربما تكون هذه الحرب يعني آخر الحروب بين لبنان والكيان الإسرائيلي لأكثر من سبب، لأن يعني يحتاج هذا الأمر إلى تدقيق، لأنها مقولة قيلت بعد حرب 2006 وهذا هو الوضع اتصالا بالحربين. سنفرد مساحات للتحليل والقراءة في كل هذه المضامين في مساحات إخبارية لاحقة. شكرا لك من بيروت السيد العميد عادل المشموشي الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا على قبول دعوتنا.